اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من مطبخ كنور فاين فودز. النهارده نعمل مع حضراتكم نوع مسقعه جديد عيلتك تاكل صباحها وراها. اول حاجه هنجيب مع بعض بصلايه ناعمه ونبدا نفرمها فرمه كويسه جدا. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنفرم البصل، ولكن لازم نكون قبلها محضرين مع حضراتكم بشكل بسيط البتنجان والفلفل يكون محمر، وبعد كده نبدا نشغل النار بتاعتنا ونكون مجهزين مع حضراتكم معلقه زيت ونبدا ننزل كل البصل بتاعنا يتشوح. بعد كده بنجيب ملح، فص ثوم صغير جدا او فصين بكتير، ونبدا نفرمهم بالشكل ده ونلم كله مع بعضه وننزله مع اللحمه المفرومه او مع البصل قبل ما نحط اللحم، ونبدا نقلب البصلايه مع الثوم. هكون مجهز عندي ربع كيلو لحمه مفرومه وابدا اعصجها على السريع. قلب كويس جدا، نجيب ملح وفلفل. المسقعه بتاعتنا النهارده هيكون ليها طعم جديد. على طريقه كنور بنجيب البتنجان متقطع صغير زي حضراتكم شايفين، ولو موجود فيه فلفل يبقى افضل. لو حبيت اعلي التست زي ما احنا اتفقنا بجيب عندي الزعتر وابدا افرمهم فرمه صغيره جدا مش كتير. اول ما نحس ان خلاص اللحمه بدات تتعصج بجيب عصير طماطم ببدا اضربه في الخلاط، بعد كده بحط عليه معلقه من صلصه طماطم كنور فاين فود. كده الصوص عندي جاهز، ده اول صوص. اما الصوص الثاني هو عندي الصوص البشاميل بتاع كنور فاين فود، بجهز عندي العبوه وبجهز عندي كمان اللبن. نبدا نقلب، دايما نضرب على اتجاه واحد الصوص ما يبقاش معجن او مكلكع يعني. هبدا اجيب عندي معلقه صلصه طماطم من كنور فاين فود ونحطها على كوبايه عصير الطماطم ونقلبها كويس جدا. نبدا نحطهم على اللحم المفرومه. سيبها شويه تتسبك وبنحط كمان نص مكعب مرقه كنور فاين فود. بيديني تيست اكتر ونفرمه على طول عشان يبقى سهل معانا. نبدا نقلب فيها وبكده يكون الصوص خلص مع اللحم المفروم. صوص البشاميل ما خدش مني اكتر من 3 دقايق. حطينا زي ما حضراتكم شفتوا 4 كوبايات لبن مع صوص البشاميل بالشكل ده. هجيب عندي 4 بولات بالشكل ده. هبدا بعد كده واحده واحده اجيب عندي الطماطم حبه صغيرين صوص طماطم مع اللحم المفروم، وبعد كده نحط فوقيها برده من الخضروات اللي موجوده، ولو حابين نحط فلفل كمان سبايسي يبقى افضل. كده انا عمليت كل حاجه، هبدا احط تاني كمان جزء من صوص الطماطم، وفي الاخر نحط برده نفس الموضوع طماطم على الوش. صوص البشاميل جاهز زي ما حضراتكم شايفين، وابدا احط عندي كده. طبعا موجود عندنا جبنه، لو كانت جبنه موتزاريلا يكون افضل، او جبنه برمجان او جبنه رومي حسب اللي متوفر. وبعد كده احطها على طول في الفرن ونسيبها لمده 5 دقايق بالكثير على درجه حراره 175. بس اكيد الشكل يبقى حلو، بس اهم شيء الطعم.